العسكرية ضد الأمة المصرية لخالص عبيد. الآن نحن على موعد مع حادث جرح وقع خلال الأيام القليلة الماضية. لا أعتقد أن أحدا منا قد لم يستشعر مرارة قتل ما استشعرها خلال هذا الحادث الأليم. أبرياء كانوا يؤدون الصلاة، وأبطال أوفياء كانوا يحرسونها، راحوا جميعا ضحية الغدر والخسر. الحقيقة يعني عملنا بنأيد الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب عشان اتخاذ تعديل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب. أعربنا عن تقديرنا للموقف المجتمع الدولي والمجتمع العربي الشقيق في مساندتهم لمصر وتفهمهم الكامل لدور مصر في مواجهة الإرهاب. طبعا طالبنا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات إيجابية تجاه معاقبة المرتكبي الأعمال الإرهابية وتكفيف منابع الإرهاب، لأن زي ما أنت عارف حضرتك ما فيش إرهاب بدون تمويل يعني، فالتمويل ده منتهى الخطورة، دي الحلقة الأخطر، وبالتالي لابد من تكفيف منابع الإرهاب بأن المجتمع الدولي يتنبه على أن هناك دول راعية للإرهاب وتقدم الدعم لها. وبنحيي أرواح شهدائنا الكرام اللي راحوا ضحية هذا الإرهاب الخسيس، وأكدنا على حاجة مهمة جدا، وحدتنا كمصريين في مواجهة الأعمال الإرهابية، وإن إذا كان الإرهاب كان عايز يكسرنا إحنا خرجنا أكثر وحدة وأكثر قوة معاه منه.